ان شاء الله. بس قبل شويه طرحتي فكره عن البلوجرز او الفاشينيستات اللي موجودين، ما ابي ادخل في يعني تفاصيل البلوجرز كمثلا اسماء او كذي، بس قاعد تشوفين ان هم اللي قاعد ياخذونه يعني عالي؟ شوفي نورا، هو مو بس هنتكلم مو بس على المبدا، للاسف الشديد صارت حتى اخلاقيات. نتكلم بكل أمانة، يعني أعطيك مثال من الأمثلة، أن في واحدة قاعدة تصور بي عند مصممة مبتدئة، فعقب ما خلصت هذه المصممة أمها أو خالتها أتوقع مرة عودة، فسألتها أقدر أصور وياك تليفون؟ كان يقولها هذا مو بالعقد. يعني أمانة خلينا نتكلم بكل واقعية، وأبي أوجهها لايف ان ترى الاخلاقيات التواضع، كثر ما كنتم مشهورين وكثر ما كنتم معروفين، هذا اللي ميز بابا جابر رحمه الله عليه، الله يرحمه، وهذا اللي انا قاعده اسويه، اني اتبع مسيرته، مسيره اخلاقياته، فبالتالي الاخلاقيات ترفع من شانكم ما تنزل منكم. يا ريت الاخلاقيات هذه يحافظون عليها. حلو، خلينا نتكلم